السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن 7.7 عن الإمبرابر انتجرز التكامل المعتل. ففي السؤال يقول حدد هل التكامل هذا المعتل كونفيرج أو دايفيرج، هل هو متقارب أو متباعد؟ إذا كان متقارب فأوجد قيمته. التكامل هذا إذا سمينا I، التكامل هذا معتل لأن حد العلوي للتكامل ما لا نهاية، أو إذا جاء الحد السفلي سالب ما لا نهاية. فهنا عندي مكانين للعلة، الحد السفلي والحد العلوي، لكن أيضا لابد أشوف هل فيه مكان علة آخر، فالدالة أخذها اللي هي اللي نكاملها x e أس سالب x تربيع. إذا كتبتها على الشكل x على e أس x تربيع، ألاحظ أن البسط كثيرة حدود، وكثيرة الحدود is continuous على r. الـ exponential هذه الدالة الأسية اللي مرت في شابتر 6، هذه الدالة is continuous on R أيضا. والمقام الدالة الأسية دائما موجبة، يعني ما تساوي زيرو، فبالتالي عندي يطلع الكسر الدالة متصلة على R متصلة على R، إذا متصلة على التقاطع R مع R يعني متصلة على R، والمقام ما يساوي زيرو. إذا الـ Fx is continuous on R متصلة على كل الأعداد، على عند كل الأعداد الحقيقية. إذا لا يوجد مكان علة، مكان العلة هو النقطة اللي عنده الدالة غير متصلة. إذا فقط عندي العلة عند السالب ما لا نهاية وعند ما لا نهاية. هذه الرسمة الموجودة هي رسمة الدالة نفسها، طبعا غير مطلوبة في حل السؤال، لكن توضح الرسمة أن الدالة متصلة على كل الأعداد الحقيقية. إذا جاء عندي الحالة هذه، التكامل من سالب ما لا نهاية إلى ما لا نهاية، ففي هالحالة لازم أبحث تكاملين، من سالب ما لا نهاية إلى عدد ما، ثم التكامل الآخر من العدد اللي اخترته إلى ما لا نهاية. أختار أي عدد، سواء موجب سالب صفر، مثلا أختار الصفر لأنه أسهل في الحسابات. فبصير عندي الآن أبحث تكاملين، التكامل الأول أسميه أي واحد، تكامل من سالب ما لا نهاية إلى صفر لنفس الدالة، والتكامل الثاني I2 سميه I2 بيكون من الصفر إلى ما لا نهاية نفس الدالة. أبحث وأدرس كل أي واحد، لو طلع أي واحد متباعد، لو طلع أي واحد متباعد الآن، أي واحد إما يطلع متباعد
أو يطلع متقارب. لو طلع أي واحد متباعد فخلاص الآي الأصلية، الأصلي الآي التكامل الأساسي متباعد دايفيرج. ولا نبحث ولا ندرس اي اثنين، انه ما في فائدة خلاص حتى لو طلع متقارب اي اثنين، يعني الموضوع انتهى. اي واحد متباعد اذا الاي متباعد. اما الاحتمال الثاني انه يطلع اي واحد متقارب، في الحالة اروح ابحث اي وادرس اي اثنين. إذا طلع اي اثنين هذا أيضا الاحتمال، لو طلع يطلع متباعد أو يطلع متقارب. إذا طلع اي اثنين متباعد فيطلع الأصلي متباعد. أما لو طلع اي اثنين متقارب وعندي اي واحد متقارب فإنه يطلع الاي الأصلي متقارب. طبعا في الحالة قيمته تطلع، يعني نقدر نكتب أنه يساوي اي واحد زائد اي اثنين. طيب نبدأ بدراسة أي واحد. أي واحد يساوي تكامل من سالب لا نهاية إلى صفر دالة، هذا امبرابر انتجر، تكامل معتل، وعلته عند السالب لا نهاية. إذا التكامل المعتل دائما يكتب ك ليميت تيتا تؤول إلى مكان العلة، تكامل من بدل السالب لا نهاية ضع تي إلى صفر، بعدين أحسب التكامل أول ثم ناتج التكامل أجيب النهاية عليه، أجيب نهاية ناتج التكامل. فأحسب التكامل أول، التكامل هذا يطلع ناقص نص اي اس ناقص التربيع، والحدود من تي إلى صفر يساوي ليميت، أعوض بالحدود مكان الإكس اي اس صفر بواحد، يعني ناقص نص، ناقص عندي من القانون في الناقص زائد نص، بعدين أعوض التي الإكس بتي يطلع وأنزله في المقام يطلع واحد على إي أس تي تربيع. أحسب الآن ليميت المقدار هذا عند المقام و إي أس تي تربيع as تي goes to minus infinity، المقام يروح للملا نهاية، وبالتالي الكسر واحد على اي اس تي تربيع يروح للزيرو، يعني يطلع الليمت الحد الاول ماينس هاف، هذا از كونستانت فنهايته نفسه ماينس هاف زائد نص، نهاية الكسر قلنا زيرو، يعني طلع الجواب ناقص نص. الناقص نص عدد حقيقي، فطلع الليمت اللي يمثل اي واحد طلع عدد حقيقي، هذا يعني أن الآي واحد كونفرج متقارب. إذا طلع آي واحد كونفرج I have to go on، أستمر وأدرس آي اثنين. آي اثنين اللي هو تكامل من صفر إلى ما لا نهاية x اي سالب x تربيع dx،
هذا قلنا انه يكتب ليميت تي تأول الى مكان العلة ما لا نهاية، تكامل من صفر الى تي احسب التكامل اول ثم نحسب الليميت تكامل قيمته ناقص نص إيوس ناقص إكس تربيع من صفر إلى تي، عوض بالحدود مكان الإكس ماينس هاف واحد على إيوس تي تربيع، بعدين ناقص من القانون في الناقص زائد نص إيوس صفر بواحد. احسب الليمت هذا اي اس تي تربيع goes to infinity as t goes to infinity، يطلع هنا minus half، وبالتالي الكسر واحد على اي اس تي تربيع goes to zero، والنص ثابت نهاية الثابت نفسه، يطلع الجواب نص، والنص عدد حقيقي، فطلع النهاية اللي تمثل الـ I2 عدد حقيقي، هذا يعني أن الـ I2 converge، I1 converge و I2 converge، إذن الـ I الأصلي converge، وقيمته its value تساوي في الحالة أنا مسموح لي أقول قيمته إذن الـ I convert and its value is i يساوي، بس تساوي الآن مسموح لي أكتب أنه يساوي اي واحد زائد اي اثنين، يساوي اي واحد قيمته طلعت ناقص نص زائد اي اثنين قيمته نص، يطلع الجواب صفر، اذن الاي كونفيرج وقيمته صفر.